أعزائي المشاهدين من ضفاف بحيرة طبرية الجميلة، نواصل حديثنا ودراستنا في هذه الحلقة عن عظة المسيح الشهيرة، وحديثنا اليوم عن الصلاة الربانية. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة معي، ومع بعض رح نكتشف حقائق عن هذه الصلاة وكيف نصليها بالطريقة الصحيحة وبالدافع الصحيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. رح أتكلم اليوم عن الصلاة الربانية. هذه الصلاة موجودة في بشارة لوقا وبشارة متى في الإنجيل المقدس. بحسب ما قال لوقا في إنجيله المبارك، جاءت بصيغة طلب من التلاميذ بعد ما شافوا المسيح بصلي إلى الآب، لأن المسيح هو مثالنا في الصلاة. جاءوا ليسوع وقال له: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا المعمدان تلاميذه، فعلمهم الصلاة. لكن في إنجيل متى نفس الصلاة الربانية جاءت في سياق الحديث في الصلاة الربانية، في بيعلمنا إياها كنموذج للصلاة. جاءت بعد تحذير المسيح من الرياء والكبرياء الديني، طبعا بالمقارنة مع صلاة الأمم، صلاة المنافقين والمرائين، صلاة عبارة عن تمتمة كلمات وترديد كلمات تفتقر إلى القوة وإلى الإحساس العميق الداخلي. صلوات اليهود صلوات مكتوبة في مواعيد معينة كان بيصلوها، وعادة كان بيبتدي بالصلاة، بردد الصلاة، وبعدين يمكن بينهيها من النص أو بتمتم الكلمات بسرعة هائلة حتى يتمم الواجب الديني. لكن المسيح عنده نظرة أعمق في هذا الموضوع. بعلمنا الصلاة الربانية لأننا رعايا وأبناء الملكوت، والأبناء هم اللي اختبروا الولادة الحقيقية، الولادة من فوق. مكتوب: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يا أولادي انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. لأننا أصبحنا أولاد الرب فنحن نأتي كأبناء وكبنات من صلي إلى أبانا السماوي. وهذا طبعا تعبير جميل وضحه الرب يسوع وأعلن عن قلب الآب المحب. هذه الصلاة أحبائي تعتبر نموذج منتعلمها منرددها، فهي أكثر صلاة مرددة، أكثر صلاة بيصلوها المسيحيين، صلاة المؤمنين، تعتبر صلاة الكنيسة، تعتبر صلاة العائلة، وتعتبر أيضا صلاة الفرد. هذه الصلاة بكل بساطتها لكن إلها عمق وبعد روحي، إلها قيمة وثروة للتعليم. منشوف أشكال وصور جميلة في هذه الصلاة عندما نقارنها بصلاة الثرثرة والقرقرة، صلاة الأمم. المسيح استمد قوته من الآب، وعم بعلمنا كأولاد إنه نيجي للآب لكن بدالة البنين، لأن الروح القدس ساكن فينا ونستمد هذه القوة منه. هذه الصلاة مثل ما ذكرت إلها أهمية وإلها معنى حقيقي أكثر من مجرد ترديد كلمات من رددها. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. هذا القسم أحبائي بركز على الله، بركز على سمو ورفعة الآب السماوي. بيتكلم إنه منيجي للآب بروح العبادة والوقار، بنيجي كأبناء، بنيجي بالإيمان. وخلي بالك هاي الصلاة بصيغة الجمع وليس بصيغة المفرد. فأبانا الذي في السماوات
هو موجود وحاضر في كل مكان، وهو مالئ الأرض والسماوات أيضا. ليتقدس اسمك، بيعلن عن قداسة الله، عن طبيعة الله، عن شخصية الله، تقديس اسم الله المرتفع فوق كل خلائقه. واليوم أحبائي فعلا نفتقر لهذا الموضوع من عامل الله كأنه زر كمبيوتر، لكن ننسى أنه الله قدوس، لازم نقدس اسمه المرتفع. بيتكلم عن العظمة والجلال، عن عدم محدودية هذا الآب. ثم يقول ليأتي ملكوتك، يملك على قلوبنا، إنه يملك بالنعمة والمحبة، إنه يملك بالبر أيضا. ملكوت الله وبر الله، هذا الملكوت ينتشر على الأرض من خلال حضور يسوع المسيح في حياة التلاميذ. ثم يقول لتكن مشيئتك، قال يسوع أن أفعل مشيئتك سررت. فمنصلي لمشيئة الآب، لأنه إرادة الله ومشيئة الله حتما صالحة مرضية كاملة. Well, the key to understanding the Sermon on the Mount, first of all, if we start with the Beatitudes, is to understand the Psalms. The language of the Beatitudes is the language of the Psalms and the prophets, like Isaiah. These are Jewish concepts, and these are Jewish promises, I mean, from the Hebrew Bible, from the Old Testament. So his audience does not have a New Testament. None of them have read any Gospels. And when Jesus talks to them, he has to talk to them in the language that they are familiar with, which is the language of David and Isaiah, for example. So the Sermon on the Mount is speaking to a Jewish audience, first of all, pulling on that. The second thing that Jesus does is that he quotes the law. He'll say, you've heard it said, you shall not kill. You've heard it said, you shall not steal. These are the Ten Commandments coming out of Exodus chapter 20. And the audience is familiar with all of those commandments. And now Jesus wants to take the commandments and interpret them in light of God's rule in our heart. And then he talks about how to practice your religion, giving alms, praying and fasting, all customs that are well known to the Jews of the first century. So he talks about what the real motivations should be for doing such religious acts of piety. And then finally, he talks about this interior relationship we have with the Father, a perspective of trust in God with regard to all the manners of life, all the matters of life, and how do we relate with one another. So it's grounded in the Old Testament. It's grounded in the Law of Moses. It's grounded in the prophets and in the Psalms, and it's the language of the people of Israel. في الصلاة الربانية طبعاً منبتدئ منصلي، التركيز بيكون على جلال وشخص الآب. منبتدئ بالتعظيم، بالتقديس، بالتمجيد، بالتسبيح والشكر، والتركيز على صفات الله وعلى شخص الله، على طبيعته وعلى هويته. هذا الآب السماوي هو مش بس أبانا الذي في السماوات، هو قريب من كل شخص. بعد ما نبتدي بتمجيد وتقديس وتعظيم اسم الله، منبتدي باحتياجاتنا الشخصية. فهذا هو النموذج اللي علمنا إياه الرب يسوع، قال خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. طبعا هاي الصلاة إنه إحنا محتاجين نعتمد ونتكل بالثقة على إحسان وجود وعطاء الله يوميا. فكل يوم إحنا منحتاج تسديد الاحتياجات. داود قال الرب راعي فلا يعوزني شيء، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم.
طبعا خلي بالك ان الخبز كان طعام الفقراء وبالاحرى طعام الجميع. وطبعا بالنسبه لليهود كانوا بيدركوا انه المن في البريه، لما الله اعطى المن كان المن يجمعونه كل يوم بيومه بحسب سفر الخروج اصحاح 16. يعني بكلمات بسيطه بيعلمنا حياه الاكتفاء، وعنايه الرب اكيده وتسديده اكيد، وأن الله بيهتم باحتياجاتنا اليومية. في عزته على الجبل مكتوب يعلم أن هذه تطلبها الأمم، أما أنتم فاطلبوا ملكوت الله وبره أولا وهذه كلها تزاد لكم. فإحنا منصلي من أجل تسديد الاحتياجات يوميا. الرب بيعرف احتياجاتك، ما بيترك إنسان صديق، ما بيترك مؤمن، ما بيترك بنت أو ابن اللي بيجي بثقة وبإيمان وبمحبة. ثم يقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. اغفر لأن غفران الله كامل، والله سامحنا بالمسيح. مكتوب إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. المسيح أخذ خطايانا في جسده وحمل أرزاحنا وكل الأثقال وحتى اللعنة وكل شيء حمله في جسده حتى يعطيك الغفران. بما أنه غفران المسيح غفران كامل، فالله بيطالبنا أنه تغفر لأخوك وتمارس حياة الغفران. ثم يقول لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. الشرير هي واحدة من أسماء الشيطان، فهو المجرب وهو الشرير. لكن هون بيتكلم عن الامتحان، يعني ما تسمحش، لكن الله يعطي المنفذ. وعلى فكرة مكتوب الله لا يجرب أحدا، والله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب. إذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. نجنا من الشرير، محتاج نتسلح بالحرب الروحية يوميا، نحتاج نمتلئ بالروح القدس وحضور الله بشكل يومي، طلب القوة بشكل يومي، لأنه عدونا إبليس هو عدو لئيم جدا. مكتوب ملتمسا من يبتلع لأننا لا نجهل أفكاره، يريد أن يقتنسنا لإرادته، حتى أحيانا بغير شكله كملاك نور. فمحتاجين نتعلم حياة السهر والحذر أيضا. نصلي يوميا من أجل حماية، من أجل حفظ، من أجل بركة الرب علينا. من أجل هذا أحباء إحنا منصلي إنه الرب يحمينا، الرب يسندنا بشكل يومي. ثم لما منختم الصلاة منرجع منركز على الله، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين إلى الأبد آمين. أي صلاة نختمها بكلمة آمين؟ كلمة آمين طبعا هي كلمة عبرية وصارت لغة معروفة في كل العالم، يعني بكلمات هي تأكيد، هي موافقة على الصلاة، ليكن هكذا، ليتم الأمر. فعندما نصلي هذا الصلاة جميعنا منقول آمين ليتم هذا الأمر. في الصلاة الربانية منبتدئ منركز على تمجيد وتقديس وتعظيم اسم الله، وإنه ملكوته وإرادته ومشيئته تتم في حياتنا. ثم منبتدئ بالاحتياجات اليومية والاحتياجات الشخصية، محتاجين لتسديد الاحتياجات، وطبعا محتاجين أيضا المغفرة يوميا، طلب القوة والحفظ والنجاة يوميا. ومنرجع منقدس ومنمجد اسم الرب مرة أخرى، ومنختمها بكلمة أمين. اتذكر أن هذه الصلاة ينبغي أن تكون بالتضاع، ونطلب بإيمان، عدم النفاق والرياء كالأمم اللي كانوا يصلوا يرددوا كلمات، أو حتى شعب الله اللي كان يردد كلمات مكتوبة
وبيختصرها اختصار شديد من غير الفحوى، من غير المضمون، من غير العلاقة الحية. هي دعوة فعلاً إذا أنت بدك تصلي هذه الصلاة محتاج أنك تطلب الرب في حياتك اليوم وتتوج ملك على حياتك.